ومن لندن ينضم إلينا عمار حمودة القيادي في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان. مساء الخير سيد حمودة. السودانيون الذين تظاهروا احتجاجا على سيطرة العسكر على السلطة وتعرض بعضهم للمذبحة قبل 3 سنوات في اعتصام القيادة العامة ما زالوا يتظاهرون ضد حكم العسكر. هل هذا مؤشر على إخفاق في تحقيق أهداف الثورة أم بالعكس ومؤشر إصرار على تحقيقها؟ مرحبا بكم وبضيوفكم الكرام ومشاهديكم عبر مختلف مناطق البث. بداية نقول أنه نترحم على شهداء القيادة العامة. أسوأ حادث أمام مرأى العالم فضل لاعتصام سلميين كانوا أمام قيادة قوات الشعب، كانوا يعتبرون أنهم في أمان ولكن تم الغدر بهم وتم فض الاعتصام. وإلى اليوم لجنة مكونة لبحث هذا الأمر لم تأتي بأي نتيجة. أعتقد أنه آن الأوان لأنه يكون في لجنة دولية، لأنه حتى اللجنة ولكن الوطنية قبل الحل، لماذا لم تصل برأيك لجنة التحقيق إلى نتائج بشأن فض الاعتصام؟ في عراقيل كثيرة جدا وضعت أمامها. لا نخفي أنه جزء من المكون العسكري هو كان تحت هذه الطائلة، وجمع البيانات والشهود فيه إدانات كثيرة ربما لكل هؤلاء، وليس في مصلحتهم التعجيل بها. ولذلك نرى الكثير جدا من المتاريس التي وضعت أمامها، حتى أن هذه اللجنة لم تكن بالشجاعة الكافية لإظهار للسودانيين أن هناك خلل ما وأنها لا تستطيع أن تأتي بعدالة. وعليه فلنذهب مباشرة إلى ما بعدها من خطوات. طبعا نحن الآن في حكم عسكري وحكم شمولي، لا نأمن لأي سلطة قضائية أو لجان خاصة. ولذلك مسألة أن تكون هناك لجنة دولية تبحث هذا الأمر وتأتي بالعدالة ولو من الخارج، هذه مسألة أصبحت تهم ذوي الضحايا وأصحاب الحق الأساسي قبل المفاعيل السياسية والأحزاب والتنظيمات والكيانات. كذلك نقول أنه ليس فقط فض اعتصام القيادة الذي يتواصل. قبل يومين عندنا مجزرة كاملة مكتملة الأركان، الدولة فيها موجودة وحاضرة وتفعل يعني كل انتهاك بكل عنجهية آمنة من العقاب. في كرين في غرب دارفور سقط ما يقارب 200 شهيد بآلة الدولة، مما يعني أن فض اعتصام القيادة لم يكن الأخير الذي أملنا فيه، ولكنه تكرر حتى صبيحة قبل يومين. يعني طيب، مطالبتك الآن بتشكيل لجنة دولية، هل هي تعتقد مطالبة واقعية في ظل الظرف الراهن والصراع حاليا بين طرفي الأزمة؟ كل شيء يبدو غير واقع في بداياته، ولكن بالوصول للنتيجة أن تعقيدات المشهد السوداني الحالي في وجود حكومة شمولية عسكرية بالتأكيد خلاص انتفى كل شيء. حتى في وجودها سابقا كان مشكوك في أنها تصل لنتيجة، ولذلك وضع سيناريو الذهاب إلى لجنة دولية لتقصي الحقائق. والآن الوضع أصعب، والوضع يعني من ناحية سلامة يعني قوانين وخلافه نعلم تماما التلفيق الذي يحصل واستخدام الأجهزة القانونية في تلفيق التهم للنشطاء السياسيين. الآن نعم هناك جزء من لجنة إزالة التمكين قد خرج من المعتقلات، ولكن هناك الكثير جدا من شرفاء لجان المقاومة وتنظيمات مهنية ما يزالون في السجون، ما يزالون معتقلين. هؤلاء الآن لهم يعني البقية منهم ما يقارب 89 شخص ما يزالوا في السجون في صوبا، في بورت سودان، في النيل الأبيض وفي سجن النساء. طيب،
طب في هذا التحليل أمر أو في عجيب محاولة الحاصل. التشخيص الآن سيد حمودة، ماذا في المخارج؟ ماذا عن المخارج؟ ماذا عن الحلول؟ هل تعتقد بأن بيان المبعوثين الغربيين الذي دعا إلى تشكيل حكومة وحدة أو حكومة مدنية انتقالية يمكن أن يضع حدا لهذه الأزمة، أو أن يضع هذه الأزمة الآن على سكة الحل؟ الحل له طرق سهلة، وإذا صدغت النوايا وسلكت، وهو تسليم السلطة. الآن العسكر المقلبين على السلطة ما انقلبوا إلا لأنهم كانوا يرون أن ذهاب رئاسة المجلس السيادي إلى جهة مدنية، ومن ثم الدخول في مسألة إصلاح المؤسسات العسكرية وخلافه، كأنما مقصودين بها هم شخصيا، وكأنما ستلف حبل المشنقة على رقابهم، مما دفعهم إلى هذا العمل الأرعن، وهو الانقلاب الذي عطل مصالح السودان ككل. نراهم يتخبطون حتى بعد 6 شهور من انقلابهم الذي تم في أواخر أكتوبر. عليه الخروج من السياسة، خروج من العملية السياسية بالنسبة للجهات العسكرية، هذا هو أهون الحلول. الحلول الأخرى معظمها صعبة وتمر عبر أنظمة القضاء وغيره من ما ينتظرهم من محاكمات ومن أمور. بكل لماذا الأحوال يريدون دعنا حتى الآن ننتظر الكلام سيد حمودة في 24 الحوار الوطني بين طرفي أو أطراف الأزمة السودانية الذي سينعقد بعد نحو 10 أيام، وربما تتضح الصورة حينها أكثر وأكثر. شكرا جزيلا لك عمار حمودة، القيادي في قوى الحرية والتغيير. ونتحول مجددا إلى مايا عواضة لرصد التفاعلات على هذا الملف على منصات التواصل الاجتماعي. شكرا لك فرح، وأهلا بكم من جديد. إذا خرج آلاف السودانيين بمظاهرات حاشدة في الخرطوم ومدن عدة للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري وإقامة حكم مدني ديمقراطي. وتحدث الناشطون مشاهدين عن إغلاق المتظاهرين للشوارع الرئيسة والفرعية في مدينة الخرطوم، مستخدمين الحواجز الإسمنتية والإطارات المشتعلة إحياء للذكرى 3 لفض الاعتصام التي قتل فيها العشرات من المتظاهرين. وبمناسبة هذه الذكرى، علق السفير البريطاني في السودان جيلز لافر مؤكدا أن أعمال العنف ما زالت مستمرة وتحصد أرواح الشباب السوداني، مشيرا إلى أحداث غرب دارفور الأسبوع الماضي، وأضاف: اليوم نتذكر الضحايا ونؤكد دعمنا للعودة إلى انتقال بقيادة مدنية تلبي تطلعات السودانيين نحو الحرية والسلام والعدالة. أزمة السودان الراهنة، كما يقول القيادي في حزب الأمة القومي السوداني الصديق الصادق المهدي، لن تحل إلا بإنهاء الانقلاب وتأسيس إطار دستوري جديد يقوم على سلطة مدنية انتقالية تعبر عن القوى الديمقراطية وعملية شاملة للعدالة. المتظاهرون السودانيون مصرون على الوصول إلى مطالبهم كما يرى الصحفي محمد جامع، فرغم الصيام وشدة الحر توجه المتظاهرون نحو نقاط التجمع بأمدرمان لإحياء ذكرى المجزرة. فالظلم الذي عم السودان بعد فض الاعتصام، كما يقول الصحفي أبازر حسن، لن يخرج بسهولة، والشعب السوداني لن ينسى من فض الاعتصام، ومن لم يتحرك فكان شريكا في القتل كما جاء في نص التغريدة. ونختم هذه القصة مشاهدينا بتغريدة للناشط منتصر الأمين، الذي يرى أن مليونية 29 من رمضان هي تأكيد بأن قضية القصاص لشهداء فض اعتصامات السودانيين بالقيادة وغيرها ما زالت حية وتنتظر العدالة وإنصاف الضحايا وأسرهم، وأن هذا الملف لن يغلق دون محاكمة عادلة. وبهذه التغريدة مشاهدينا نكون قد وصلنا أيضا إلى ختام هذه الجولة، ولكن لنا جولة أخرى مع مواضيع حازت على اهتمام رواد المنصات فوق ومعنا. أما الآن فأتحول مجددا إليك فرح لاستكمال الأخيرة.